فرصه على اساس ابى افتح له بمهد له المجال بس. ونرجع ونقول انا اختلف طبعا مع الزملاء انه في ظل وجود المتخصصين لو كان في رئيس نادي وفي اداره استثمار جابت لك فلوس، لو في متخصص صحيح الاستثمار جاب لك فلوس صحيح، لو في متخصص في الاداره القانونيه حماك من بعض القضايا صحيح. ما اعتقد انه تصطيح لما نقول إن كلها مشاكل ماليه صحيح. حتى المشاكل الماليه لما يكون في شرط جزائي الاداره القانونيه تراجع تحميك صحيح. احيانا صحيح. حتى اللي مسك المدير الكره ومسك وحطه في الدرج وسكر عليه لانه ما يعرف التبعات القانونيه مثل هال لا هذا مدير الكره هذا لانه مخلص فترته او مستقيل او الاداره إيه لكن لو كان في اداره قانونيه هو عقيل مجاوب على الكل يعني اليوم هو عقيل اي مفتوح موضوع هو يجاوب لا ترى شيف معليش اللي 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 يده في النار ياكل العصي اللي ياكل العصي مو زي اللي يعدها انا اقدر اجلس واقول المفروض ونسوي والقانونيه لكن تعال امسك نادي طيب هل خليك في الواجهه ويتغير الموضوع صحيح بس انا والله ابغى اسمع احمد اسمع خلوا بس يكمل طيب الحل في هالاشكاليه كلها احنا حاليا احمد وجود القانونيين انتم وجود القانونيين في الانديه والله يرعب رؤساء الانديه واي شخص يبغى يتعاقد مع شخص ولا يدفع في وجود القانونيين في النهايه في هيبه للنظام صحيح هيبه صحيح القانون. اكيد ايجابياته اكثر من سلبياته انا معكم قلبا وقالبا دامك معهم فيصل خلي يحكي ايوه انا اقول لك ايش السبب اللي خلى الانديه تتمادى بهالشكل يعني وانها ما تسدد المستحقات، انت عارف كم لاعب سعودي حاليا عنده مستحقات وعنده قرارات صادره من لجنه الانضباط عندها من فض المنازعات ومن مركز التحكيم المحلي يمكن فوق 138 لاعب ولجنه الانضباط الى الان ما نفذت ولا قرار منها على الانديه وش السبب؟ ليش ما تنفذ لجنه الانضباط؟ لا خل ليش 138 لاعب عليهم القضايا ذا؟ اكيد اهمال ما في سيوله ما في سيوله. طيب انت ليش توقع؟ لان الجمعيه العموميه في النادي انت ليش الجمعيه العموميه في النادي ما هي بمفعله وكل الرؤساء تكليف كل الرؤساء تكليف وترى في النظام الرئيس المكلف يسك الباب ويمشي ما حد يلحقه. طيب والله ليش احمد عندي واضح انك طيب تعبت في راس لا يعني انا ترى الواحد بس خلي عطى فرصه بس يا ابو عقيل خلي يكمل كل نقاطه. طيب ليش عندي واجمعها وقول ترد ما عليها ديون كبيره شلون؟ ليش عندي زي الفيصلي احنا سبق وتكلمنا عن الفيصلي ايوه نعم ليش عندي زي الفيصلي ما عليها ديون كبيره؟ لانه رئيس الفيصلي الفيصلي ماشي صحيح ولانه عنده نفس اللي يصرفه صحيح. طيب انت ليش ما تصرف نفس اللي انت تاخذه؟ ليش ما تصرف نفس اللي لا اللي يبغى ينافس غير يختلف صرفه اللي يبغى ينافس على بطولات اي فريق يبغى ينافس على البطولات حيصرف صرف كبير انا معاك بس يعني انت ما تصرف يعني ما معقوله تقارن مثلا فرق الوسط بفرق المقدمه في عمليه الصرف او الفرق اللي تبحث عن بطولات وفي ناس تشوف صفقات يعني ملايين نادي الفيصل انا معك في هالكلام بس برضو انت ما تصرف بهالشكل الكبير اللي يحمل النادي قضايا كبيره توصل الى تهديد بالهبوط وخصم نقاط من الاتحاد الدولي صحيح. في الفترة الأخيرة لولا الله ثم مكرمة سيدي ولي العهد كان في يمكن ناديين أو ثلاثة هبطوا صحيح وكان في أندية مهددة بخصم نقاط أكثر من 6 نقاط في الدوري الممتاز وإلى الان في نادي مهدد بالهبوط أو 2 في دوري الدرجة الأولى يعني وإلى الان أنت عارف كم عدد القضايا الحين صارت فيفا يمكن فوق 12 قضية من بداية الموسم بس بعد ما سد السيدي بعد التصحيح 12 قضية أستاذ أحمد